أداء رائع، موسيقار نصر الشمة يعني العراقي حقيقة فنان وأصيل، والفرقة الموسيقية الحقيقة كانت يعني من أبدع ما موجود في القرطاج يعني حقيقة. شفنا بشر. الحقيقة أنا والجمهور كان حيل متفاعل ويا الموسيقار والفرقة الموسيقية، وأبدوا إبداع يعني كثير أنه، والفنانين الموسيقيين كانوا من أكثر بلدان العالم أكثر يعني يمثلون بلدان العالم يعني هم يسمون أنه بالسلام يعني هم. شفنا برشا فنانين عراقيين على الركح، على ركح كرتاج، نسمين لك رحمة رياض، سيف نبيل، نصير شمة مؤخرا. شنو يعني هذا العراق وكيفاش يساهم بالعلاقات بين تونس والعراق؟ الحقيقة دائما أنه العراق وتونس أنه علاقاتهم متميزة حقيقة، أنه علاقتنا متميزة دائما أنه نشارك في أكثر المهرجانات الموجودة في قرطاج أو في أماكن أخرى يعني، حتى لدينا أيضا فرق أخرى مشاركة في كثير من المحافظات في الولايات التونسية. حضرت المغنيين التونسيين ولا؟ يعني حضرت أنه بس مو يعني أنا نغيره مشكل العراقيين كهو صحيح الحقيقة التزامات وكذا. نحضر صابر الرباعي. أكيد أكيد صابر الرباعي نحضرها. نستنى وجودك في صابر الرباعي. إن شاء الله إن شاء الله. كلمة للشعب العراقي والتونسي. والله حقيقة نحب أنه السلام والأمان للشعبين العراقي والتونسي، ونتمنى أنه تكون عندهم سعادة أكثر منها.